اللهم صل على محمد وعلى محمد. أتينا بروضة الشهيد ياسين العصفور، أحد الضحايا النظام الفاسي، ونعزي والد الشهيد ياسين، ونقول الله يرحمه إن شاء الله. وأن أيها الشهيد نعاهدك نحن وأبوك الذي لم يفارق الساحات أبدا من يوم استشهدت إلى الآن، نعاهدك أن نستمر على نهجك ونهج الشهداء، وسنواصل الدرب ولن نركع إلى الطاغية أبدا، والحمد لله رب العالمين.